بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله معيد النعم ومبيد النقم، والصلاة والسلام على من أوتي جوامع الكلم وآله وصحبه آل العزائم والهمم. أما بعد، مع ما يخوضه اليوم أهلنا في فلسطين من جهادهم المستمر ضد العدو الغاشم الصهيوني يتحتم علينا الدفاع عنهم ومعاونتهم ومساندتهم بما أمكننا، وإن حرمنا من دعمهم عبر المسافة صفر بسبب حدود سايكس بيكو اللعينة، فلن نحرم بدعمهم بأقلامنا ببيان فساد معتقد العدو وهشاشته وفشله واستذكار مواقف علماء أمتنا بحق الذين كانوا حائط صد أمام العدو المحتل الصهيوني. ومن هؤلاء العلماء الشيخ الأديب المتفنن البارع علي الطنطاوي رحمه الله تعالى وغفر له. كان الطنطاوي من العلماء الموسوعيين الذين أصابوا بسهم في كل جانب، فهو القاضي المصلح الذي ساهم في حل الخلافات الأسرية، وهو الأديب البارع صاحب الأسلوب السهل الممتنع الذي يلامس وجدان الصغير والكبير، وهو المجاهد المربي الذي لم يترك ميدانا إلا ورمى بسهم فيه، فهو المعلم التربوي الذي لقن طلابه مبادئ العربية، وهو الصحفي المشارك الذي ازدانت صحفنا ومجلاتنا العربية باسمه ومقالاته الرائعة، وهو الأديب صاحب الأسلوب السهل الممتنع الذي يلامس وجدان الصغير والكبير، وهو القاضي المصلح الذي ساهم في حل الخلافات الأسرية، وهو المجاهد المربي الذي ما بخل بحبر يسيل على ورق أو خطوة تسير إلى تجمع لنصرة قضية فلسطين. ولد الطنطاوي في السنة التي خلع فيها السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، وشب الطنطاوي على صوت بارود الاستعمار الفرنسي، ورأس اللجنة العليا لطلاب سوريا في ثلاثينيات القرن المنصرم، والتي كانت تشكل اللجنة المركزية لمقارعة الاستعمار الفرنسي الغاشم. فلم يرتح الطنطاوي من الاستعمار الفرنسي الغاشم، ولم يكد يصحو من هذه المصيبة حتى صحي على الاستعمار الصهيوني لفلسطين. فيصف هذه الحالة قائلا: لم يأتنا الاستقلال عفوا بلا تعب، ولكن بذلنا له أرواحنا وأرقنا دماءنا وجاهدنا وجالدنا وعملنا كل ما استطعنا. وانجلت الحرب الكبرى، يعني الاستعمار الفرنسي، وإذا نحن نبتلى بما هو شر مما كنا فيه، وابتلينا بشرار الخلق وأخس الأمم، اليهود الذين لا الذين اتبعوا موسى وآمنوا به، بل الذين كفروا بموسى وعيسى كما يكفرون بمحمد، وبدلوا دينهم وكانوا شيعا. انتهى كلام الطنطاوي. فما بالكم بشخص نام على صدى الاستعمار الفرنسي واستيقظ على الاحتلال الصهيوني، استيقظ على صوت البارود المشتعل وعلى صراخ الأطفال وعلى نحيب الأرامل وعلى قهر الرجال. لقد نظر الطنطاوي لفلسطين بنظرة العالم الموسوعي المربي، فإن الناس يختلفون بسبب استيعابهم، فمنهم من ينظر للقضية الفلسطينية مجردة من كل معنى ديني وإنساني، فلا يرى فلسطين سوى كتلة تراب تحدها حدود ينصرها أهلها، ولا ننصرهم ولا نستنصر لهم. تصور الطنطاوي كان أوسع من التراب البائد. يرى الطنطاوي فلسطين عقيدة ومنهاجا يغرس في قلب كل مسلم، عقيدة يلقنها الطفل عند بدء نطق الأحرف. ينطق فلسطين يراها عقيدة يوصي بها الراحل ذريته وهو على فراش موته، يقول على أن قضية فلسطين لن تموت لأنها عقيدة في قلب كل مسلم. هل سمعتم أو قرأتم أن عقيدة يحملها في قلبه ألف مليون مسلم يمكن أن تموت؟ إن الناس يموتون في سبيل العقيدة، وما ماتت قط عقيدة من أجل حياة إنسان. إنها فلسطين، إن اليهود يريدون أن ينسى اسم فلسطين، فلا تكون لهم عونا على ما يريدون. هكذا يرى الطنطاوي فلسطين. فلا تنسى فلسطين ولا تنسى ثأرك، فثأرنا لا يسقط بالتقادم. وكما أسلفت سابقا، وإن حرمنا من الجهاد على مسافة صفر فلن نحرم من جهاد الكلمة. فكم تحركت جيوش بشعر حسان، وكم فتحت حصون بأقلام أفاضل العلماء أمثال القاضي الفاضل البالساني. يقول الطنطاوي: والجهاد ليس القتال بالسلاح فقط، فالذي يمد المقاتلين بالمال مجاهد، والذي يساعدهم بالدعاية باللسان وبالقلم مجاهد، والذي يتولى رعاية أسرى المجاهدين مجاهد، والله قدم بالذكر لا بالأجر المجاهدين بالمال على المجاهدين بالنفس. إن كل جندي يقف في الميدان يحتاج إلى 4 أو 5 يقومون وراءه يعدون له السلاح والإساد والمؤن ووسائل النقل، وهؤلاء كلهم إن صحت نياتهم مجاهدون.
إلى هنا ينتهي كلام الطنطاوي رحمه الله تعالى. شتاني بين نظرة العالم الرباني للجهاد ونظرة الخارجي المارق الفاسد للجهاد، فالرباني لا يرى السيف إلا وسيلة لإزاحة من يقف عثرة طريق لوصول الرسالة المحمدية الشريفة لقلوب البشرية، وينظر مارق الفاسق الخارجي للسيف لا يراه إلا على أمته، وما ذلك إلا دليل على سوء معتقده وفساد فكره وكساد عقله. يقول الطنطاوي: السيف، لا بد من السيف، ولكن لنزيح به من يعترض طريقنا إلى السلام، ندافع به عن حريتنا في العمل، على كشف الظلمات عن العقول، ورفع الظلم عن الناس، وعن حرية المظلومين الذين اشتمل عليهم الظلام في السعي إلى الاستنارة بهذا الضياء الذي بدا للدنيا كلها من غار حراء. ما حاربنا إلا من حاربنا، ولا دفعنا إلا من اعتدى علينا، وكنا نريد للناس جميعا أن ينالهم الخير الذي أفيض علينا، كنا نقول لهم: تعالوا شاركونا فيه، تكونوا منا، لكم ما لنا وعليكم ما علينا. لم يكن في فتوحنا غالب ومغلوب، ولا سيد ولا مسود، ولا أشراف وعامة، ولا عرب ولا عجم، بل كان الناس عندنا قسمين: الذين آمنوا والذين كفروا. فالذين آمنوا كلهم إخوة متساوون، لا تفاضل بينهم إلا بالتقوى، والذين كفروا من أهل الكتاب يكونون في ذمتنا وعهدنا إن ساكنونا في أرضنا ولم ينقضوا عهدنا، ونؤمنهم إن استأمنونا، ونفي لهم إن عاهدونا، ولا نخشى حربهم إلا إنهم اختاروا الحرب وحاربونا. فلله در الطنطاوي كيف ينظر للمؤمنين إنهم أمة واحدة، فلا يأبه بانتمائهم على مستوى الأفراد أمام العدو المحتل إلا بمفهوم الأمة، ولن يستقيم جهادنا إلا إن خرجنا من ضيق الحزبية النتنة إلى مفهوم الأممية الواسعة. ولن ترفع لنا راية، ولن يخافنا عدو، ولن نستفيد من بعضنا البعض ما لم نرجع لديننا الصحيح المبني على حجج القرآن العظيم وعلى السنة النبوية التي بعث بها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يقول الطنطاوي رحمه الله: حضرت مؤتمرا عاما مرة واحدة في المؤتمر الإسلامي في القدس الذي شارك فيه رجال من بلاد الإسلام كلهم، وقد شرفوني فكلفوني أن أخطب فيه، فقلت في يوم افتتاحه، فكان مما قلت: إن الله نزل القرآن وتولى حفظه، فالعاقبة للإسلام، ما في ذلك شك، لأن وعد الله هو الحق، والله لا يخلف وعده في سلمه، فإن عدنا إلى ديننا وجعلناه دستورا في حياتنا، في سلمنا وفي حربنا، جعل الله هذا النصر على أيدينا، فربحنا الدنيا والآخرة، وإن كانت الأخرى استبدل بنا قوما غيرنا، فكان الفتح على أيديهم والنصر لهم، وعدنا نحن كفقراء اليهود، لا دنيا ولا دين، لا سامح الله. انتهى إلى هنا كلام الطنطاوي هذا. وفي الختام لا يسعني إلا الدعاء الجزيل، نسأل الله تعالى أن يجزي أستاذنا الإعلامي الموفق أحمد صبري خير الجزاء على جمعه هذا الحشد المبارك للإدلاء برأيهم حول قضيتنا، قضية الأمة الإسلامية بأجمعها على اختلاف مشاربها وعقائدها ومناهجها، ونسأل الله تعالى أن ينصر المرابطين في المسجد الأقصى، ويرحم شهداءهم، ويشفي جرحاهم، ويهلك عدوهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إنها الحرب قد تثقل القلب، لكن خلفها عار العرب، لا تصالح ولا تتوخى الهرب، لا تصالح لا تصالح، والصلاة والسلام على نبينا المجاهد الشهيد.